وبحكم أنا فلاح قبل كل شيء حاولت باش ندخل في موضوع الإنتاج بتاع البذور هذا، مش باش نعمل اكتفاء ذاتي بتاع تونس الجمهورية، ما حجيرة من جملة الوعي من جملة الناس، ونعملوش حتى مثل للناس الأخرى باش تتشجع وتدخل في الموضوع هذا اللي يراه فيه حاجة كبيرة صعيبة شوية وكذا. بدينا ننتجو، خلنا مشينا لوزارة الفلاحة، عملنا اللازم، قضينا برا الشروط، عملنا الأمور اللازمة وتوكلنا على ربي ننتجو. استدعينا وزارة الفلاحة باش ياخذوا العينات نتاع البذور باش يعملوا لها تحاليل نتاع نسبة النبات نتاع الأمراض وكذا، باش نقدروا البذور هذه نبيعوها بأمور منظمة للناس وباش تنجم تخدم وتستفاد بها. ما رأينا أنه فما نسبة كبيرة من البذور اللي قدمناها ترفضوا، مش لأنهم هم يبدوش، لأنهم غير مسجلين في الكتالوج أوفيسيال. إيش معناها؟ هي بذور موجودة عند الفلاح الكل، والفلاح الكل يزرع فيها. نقول قراع قلعي تقريبا بنزرت الكل، وتونس الكل تقعد تاكل فترة الشتاء من قراع القلعي، فما نزرعوش ما عندناش منين ناكل، خاطر أكثر حاجة تصبر نقول فخوس مرناقي ونقول لك جابسي نقول الفيلم. حكيت معاهم علاش ما نعملوش، قال لك احنا متفاهمين، هم زملائنا ونعرفوهم وخيانا ونعرفوهم الناس كل. يقول لك بالنسبه لنا احنا عندنا قانون نطبقه مش موجود في الكتالوج، ما تنجمش تنجم، ما نجموش نعملوا بحد شيء. حاجه موجوده نهار تولي موجوده نعديوها، وهذا معناه كانسان يطبق القانون أنا معروف. إيش معناه هو التفسير بتاع الحديث هذا؟ معناه إني فقوس مرناقي ما نجمش ننجو. فير سومبر دارميني بالخارج مسجل في الكتالوج عندي الحق ننجو. نعرفش إني فصة جابسية ممنوع علي ننتجها في تونس. فصة أسترالية نجم ننتجها. فهمت المشكلة اللي واحدين فيه. الناس متفاهمة حتى في الإدارة، لكن يقول لك ما نجم نعمل حتى شيء. اتصلت ببنك الجينات على الموضوع هذا، واستقبلني يعطي الصحة المدير، وحكينا في الموضوع متفاهمين وفاهمين الموضوع، وحكينا حتى على موضوع القانون هذا المقترح من 2018، لكن بين قوسين هو مخصص أكثر شيء حسب فهمت الحديث وممكن تصلح لي للجراند كيتي، ماهوش للماريشال والآخرين، لكن قال قابل أنه يتطور لوحده. وحسب ما فهمت انه واحد اثنين بين وزاره البيئه وزاره الفلاحه الكرام، معناها امور سياسه امور ما نعرفش علاش تحب. احنا نصدروا في الطماطم ونصدروا في الدلاع فرنسا، نصدروا في شكاير مي اللي احنا بلاد الخير والماء، ونستوردوا في الزريعه الشايحه من عندهم اللي هم بلاد الماء. معناها هو انت تبيع له كيلو الدلاع 15% فرحان، ويبيع لك الدلاع ب 100 دينار، يبيع لك القلوب اللي في كرشه. معناها حتى الفالار جوتي في موضوع انتاج البذور راهو كبير برشا، راهو مساحات صغيره تنجم تدخل برشا مدخول للدوله، وتعوض برشا استيراد من برشا، كما قلنا لفت جابسي من نهار شنو يكون الكاركتيريزاسيون جينيتيك نتاعو كذا عن طريق بنك الجينات، وهيك نجم نكونوا نخدموا في اطار منظم مهيكل، والناس الكل والدوله تربح برشا فلوس. علاش؟ كما قالت راهو الرقم اللي قالته سمعتوه ممكن ما فهمتوش في الباقي، تقول لك الا نصدروا به دقله نستوردوا به زريعه، راهو رقم مهول، راهو نحكيو على الاف المليارات. وقت اللي هي سهله برشا، العلم موجود، الارض موجوده، والخدامه موجودين، سهله برشا باش ننجوها في تونس. نقول ما ننجوهاش كاملة، ننجو كمية مهمة منها، ونقصوا بطريقة وسريعة زادة، نقصوا الموضوع الاستيراد هذا من الخارج. هذا هو في قالب بعضه، معناها المؤامرات عايشين فيها في العالم الكل. تقول لي شركات هذه كبيرة قاعدة تبيع لك في الزريعة، والزريعة ناقصة مقاومة معينة باش تبيع لك الدواء كذا، موجودة، وحتى الدول الكبيرة معرضة للمؤامرات هذه، لكن باش تقاوم بها؟ فيه معناها باش تقاوم؟ تقاومها بإنتاج محلي، تسيطر على التكنولوجيا تاع الواحد، ماشي صعيبة برشا من تنجم تخدم عليه،
شوية صبر وشوية كذا. عندنا ناس راي عنده اختصاص في الموضوع هذا وناس قاعدة تخدم وتلقى في صعوبة موجودين حتى في الواحد معانا هنا تو باحثين وناس عندهم الاختصاص هذا قاعدين يتعرضوا لمشاكل أغلبها قانونية وأغلبها انت عادات على إدارية انت كذا قاعدة تعطل المشاكل هذه. فما ناس سلمت الله غالب والحق معهم فما ناس شادة صحيح ويعطيهم الصحة بهالأمور هذه يخليهم يزيدوا يشدوا صحيح في الموضوع. مثلا نقولوا كريمسون سويت النوعية انت عدلاء موجودة عالميا تنجم خاطر انت بكري قلت علاش البقلوط يزرعوا فيها البرة ويا عادي كما نبش نزرع له كريمسون سويت ولا ريو جراندي ولا كذا هذه وبش تولي عالمية الناس كل تزرعها وانا هاي بدي شي لي كذا كريمسون سويت خذاه هذايا مراقبة نتاع فاريتي مسجلة في الكتالوج دلاش حمد جاش قل لي هذا ماهوش مسجل في الكتالوج خلصته برستاسيون دي سيرفيس لكن قانونيا انا بعت الدلاع القلم ومراقب من وزارة الفلاحة برستاسيون دي سيرفيس لا هي قانونية لا هي مش قانونية مازلت مانيش في 100% قانوني. يكلمني واحد من الجزائر يقول لي جربت الزريعة نتاعكم وعجبتني وهاي بطريقة أو بأخرى دخل جي سياحة شري باكو جربوا نومرو كلم قال لي يا أخوي حاجتي بطرناطة زريعة نشريها من عندك تعرفش معناها طرناطة زريعة بتاعك. معناها مئات الهكتارات فلاحة باش تخدم على رواحها وخدامة باش يخدموا وامبلاج ودنيا وجو وفلوس باش تدخل للبلاد وكنا باش ناكلوا القراع ولوحوا القلوب ناكلوا القراع وزيد القلوب ندخلوا بيه فلوس فهمت دولاب كبير ونقول له ما نجمش نصدر لك سامحني لأن قراع قلعي غير موجود في الكتالوج الأوفيسيال ما نجمش بالقانون نصدر لك